موسم اصطياف تعرف شواطئ مستغانم إقبالا كبيرا للمصطافين. هذه المدينة الساحلية الجميلة التي تسخر بقدرات طبيعية ومناظر خلابة استطاعت في السنوات الأخيرة أن تلفت أنظار الجميع. ما زلنا أوفياء نجول لشواطئ تامس غاليم فيها نقال ترحب تاعها الحمد لله نجو حنا والعائلة تاعنا كاين لا سيكوريتي فيرونس كبيره بين مسغانا في 2013 وفي 2017 ودوك في 2021 الحمد لله يتطور كل ما نجيو نلقاو حوايج تبدلت. 42 شاطئ على ولايه مسغانم، عندنا ايضا 32 مؤسسه فندقيه تقدم خدمات جيده للمصطافين. نوجه ندائي لكل المواطنين المحافظه على البيئه ونظافه المحيط وخاصه الشواطئ. ولضمان راحه وسلامه المصطافيين سطرت مصالح الحمايه المدنيه برنامجا خاصا لانجاح موسم الاصطياف. اتخذت المديريه ما يزيد عن 100 تعاون مهني من مختلف الرتب لتامين الشواطئ، بالاضافه الى 750 حارس شاطئ موسمي لتدعيم الاعوان المهنيين للحمايه المدنيه من اجل عمليه حراسه الشواطئ. هنا تتعدد المشاهد بين جمال الطبيعه وزرقه البحر على شريط ساحلي يمتد طوله ازيد من 124 كيلومتر.